أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقول: ما الصحيح في الوقف في هذه الآية وما المراد به؟ ما يترجح شيء، لكن الآية تحتمل معنيين. إن أريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء، إن أريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله. أما إن أريد بالتأويل التفسير فهذا يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. إذا أريد به التفسير فالراسخون في العلم يعلمونه، وأما إن أريد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل مما يكون في الجنة ما يكون في الآخرة فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.